علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية على الصاروخ الذي سقط قرب مقر السفارة الأمريكية بقلب العاصمة العراقية بغداد ولم يسفر عن وقوع إصابات. في خضم التوتر الحاصل بين طهران وواشنطن وما خلف من تصعيد بين الدولتين، يبدو أن المعضلة التي تواجهها استراتيجية الإدارة الأمريكية هي صعود أحزاب محور المقاومة الشيعية التي أصبح لها التأثير المباشر في الإدارة والقيادة والسياسة والتشريعات، واستطاعت تلك الأحزاب أن تفرض ميولاتها العقائدية على الكثير من القرارات البرلمانية والحكومية، واستبعاد تماما الحديث عن نزع سلاح فصائل الحشد الشعبي وتحويلهم إلى جهد مدني. وما زال التنابز مستمرا بين السياسيين الإيرانيين والأمريكان حول من يجب أن يحترم إرادة من، وهذا تعبير مخفف عن الهدف الحقيقي الذي يقول من يستطيع أن يكسر إرادة من ويخضعه، كما أن الدلائل لا زالت تشير إلى أن الطرفين ما زالا يعملان على جعل العراق ساحة صراعهما وبدماء عراقية، وهذه حقيقة مؤلمة. والأكثر إيلاما هو استعداد أحزاب وسياسيين عراقيين يبدون اندفاعا كبيرا للعب هذا الدور، فالأصوات التي تعالت من الأحزاب والنواب والسياسيين المؤيدين والتابعين لإيران تعطي الانطباع بأنهم سيذهبون إلى آخر الشوط من أجل منع العراق من الالتزام بالعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على إيران. وبين هذا وذاك، وفي أول رسالة، سقط صاروخ مساء الأحد الفائت قرب مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بقلب العاصمة العراقية دون أن يسفر عن وقوع إصابات وأضرار. بدورها علقت قيادة العمليات المشتركة العراقية على الصاروخ الذي سقط قرب السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وإقدام شركة نفط عملاقة على سحب موظفيها من العراق في خضم التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات يحيى رسول في تصريح أوردته وسائل إعلام عراقية بأن الوضع الأمني في بغداد مستقر ولا يدعو إلى القلق، وأضاف رسول قواتنا تواصل الليل بالنهار لحفظ أمن المواطنين والبعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية. مسؤول أمريكي قال إن بلاده على اتصال مستمر مع السلطات العراقية بخصوص الحادث، مشددا على أن واشنطن ستحمل طهران المسؤولية ما إذ كانت أي من هذه الهجمات من تنفيذ أي ميليشيات تابعة لها، وسنرد على إيران وفقا لذلك. وقال مصدر أمني عراقي إن صاروخا من طراز كاتيوشا استهدف المنطقة الخضراء، فيما سمعت صافرات إنذار في محيط السفارة الأمريكية في بغداد والتي تقع داخل المنطقة. وللحديث أكثر مشاهدينا وبشكل أعمق عن هذا الملف، يسعدني أن أرحب بضيوفي مع من نيوجيرسي دكتور جابرييل صومة، بروفيسور في القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب، ومن بغداد الأستاذ حسين الكناني أكاديمي وباحث سياسي. ضيوفي الكرام، أهلا بكم على شاشة قناة اليوم. ضيفي من بغداد، لو أبدأ سؤال حلقة من لدنك، مساء الخير أولا أستاذ حسين. أستاذ حسين الكناني، مساء الخير. طيب، يبدو أن الأستاذ حسين غير جاهز بعد. دكتور جابرييل صومة، ضيفي من نيوجيرسي، مساء الخير. مساء النور. هل دخل المشهد حالة بداية الحرب أو رسائل هذه الحرب مع سقوط صاروخ كاتيوشا على محيط السفارة الأمريكية في بغداد؟ هل بدأت إيران تحرك كما تقول الإدارة الأمريكية أذرعها في المشهد العراقي أم ماذا دكتور جابرييل صومة؟ والإيران تعرف بأنها ليست قادرة عسكريا أن تقوم بعمل عسكري كبير ضد الولايات المتحدة الأمريكية لعدم قدرتها العسكرية، الطيران الإيراني، الدبابات الإيرانية، الجيش الإيراني، ليست لها هذه القدرة. ولكن إيران باستطاعتها أن تستعمل عملائها في المنطقة للقيام بأعمال إرهابية، مثلا في تطلب من مناصريها في العراق مثلا أو في سوريا أو في لبنان حزب الله أو في اليمن أن تقوم بعمليات، هذا ممكن أن تقوم به إيران. إلا أن الولايات المتحدة كما صرح الرئيس ترامب وكما صرح مستشاري الرئيس بأن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة وبقوة كبيرة إذا ما تعرضت قواتنا في المنطقة أو حلفائنا في المنطقة لعمليات إرهابية مدعومة من إيران.
نعم دكتور جبريل، اسمح لي أن أرحب بالأستاذ حسين على أمل أن يكون جاهز هذه المرة، ضيفي من بغداد أستاذ حسين الكناني. مساء الخير. مساء النور، حياكم الله وحيا ضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ حسين. الآن المشهد في العراق، هناك توتر إقليمي حاصل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وسقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية. هل بالفعل إيران تقف وراء هذه العملية من خلال كما تصرح الإدارة الأمريكية بأنها باتت تحرك أذرعها في المشهد العراقي؟ هل هناك من رسائل تريد إيران إيصالها بهذه العملية إلى الإدارة الأمريكية أستاذ حسين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه العملية الأخيرة التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد هي عملية يعني غير تابعة لمحور المقاومة لعدة أسباب، لأن وجود قرائن على ضعف هذه العملية وحتى نوعية الصواريخ المستخدمة صواريخ فدائية، وبالتالي أيضا هي يعني محور المقاومة والفصائل المقاومة غير مستفيدة حقيقة من هذه العملية لاستهداء السفارة الأمريكية، خصوصا أن السفارة الأمريكية لم تتعرض لأي هجوم منذ فترة طويلة. من له المصلحة إذا أستاذ حسين؟ بأمن كبير، وبالتالي لا توجد مصلحة لا للجمهورية الإسلامية ولا لمحور المقاومة للتصعيد، خصوصا أنها لا ترغب كما صرح المسؤولين أنهم لا غير راغبين بالمواجهة مع الإدارة الأمريكية لما يترتب عليها ضرر كبير. نعم أستاذ حسين، يبدو أني فقدت الاتصال مجددا مع الأستاذ حسين. دكتور جبريل، بالعودة إليك، هناك من يتساءل في الداخل العراقي والمراقب للشأن العراقي ككل بأن لماذا على حين غرة تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية بوجود فصائل موالية لإيران أدرجتها على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهناك من يقول بأن أمريكا هي من دعمت الحشد الشعبي الموالي لإيران كما يؤكد الكثيرون، وأنها قامت بتهميش الجيش العراقي. دكتور جبريل صومة، عندما بدأت الحرب في الغزو الأمريكي للعراق في سنة 2003 قتل عدد كبير من العسكريين الأمريكان المتواجدين في العراق بالنظر إلى وجود منظمات تابعة لإيران كانت تضع معلبات أو متفجرات بالقرب من الأمريكان، وبهذا قتل عدد كبير. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من العراق سنة 2011 لتعود مرة ثانية سنة 2014 بناء على طلب من الحكومة العراقية أن تقوم الولايات المتحدة باستعمال الطيران الأمريكي لمساعدة الجيش العراقي على ضرب داعش، وهذا ما قامت به الولايات المتحدة. الجيش العراقي قام بعمليات جبارة في القضاء على داعش، ولكن أيضا كان بجانب الجيش العراقي منظمات أخرى مثل الحشد الشعبي، مثل حزب الله العراقي، كانت تعمل مع الجيش العراقي. والآن قضي على داعش، وهذه المنظمات أو الميليشيات التي كانت تساعد الجيش العراقي في عملياته ضد داعش حصلت على امتيازات في العراق ولا تزال تحصل على تلك الامتيازات، ولذلك على الحكومة العراقية أن تنتبه جيدا بأن هذه المنظمات قد تقوم بأعمال إرهابية ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائنا. ولذلك لا أحسد الحكومة العراقية على وضعها الحالي لأن عدد كبير من أبنائها تابعين لهذه المنظمات، وهناك جيش عراقي رسمي، هنا ممكن أن يكون هناك أعمال إرهابية ضد وجود الجيش الأمريكي في العراق، ونعلم جيدا بأن هذه المنظمات تريد من الولايات المتحدة أن تسحب جيشها من العراق في الوقت الحاضر. طيب أستاذ حسين، يعني الدكتور جبريل يقول ويؤكد بأنه لا يحسد الجيش العراقي على وضعه الراهن مع وجود تنظيمات أسماها والحشد الشعبي على رأسها
موالية لإيران وقد تقوم باستهداف القوات الأمريكية اللي هي موجودة من خلال اتفاق مبرم بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية. أستاذ حسين، أستاذ حسين الكناني، حقيقة نعاني مشكلة بالاتصال والتواصل مع الأستاذ حسين الكناني. دكتور جابرييل، طمعا برحابة صدرك في هذه الحلقة، يعني حقيقة لسوء الحظ الاتصالات تعبانة في العراق يبدو. المهم دكتور جابرييل، بعودتنا إلى متن حلقتنا أيضا، هذه الإجراءات التي تأخذها الإدارة الأمريكية في عين الاعتبار بعد تصنيف وأدراج الكثير من الفصائل الشيعية التي تؤكد على بأن أنها مقاومة للتواجد الأمريكي وأيضا هي متحالفة مع إيران، لماذا تصر إيران دائما وحلفائها في الداخل العراقي على وجودها الثابت وأنها لن تتزعزع من المشهد العراقي؟ كيف تقرأ بدورها الولايات المتحدة الأمريكية هذا التأكيد من قبل إيران؟ هذا هو الوضع بالنسبة لإيران. نعلم جيدا أن إيران تخالف القانون الدولي، وقد عندما استولت على السفارة الأمريكية سنة 1979 وأخذت 52 أسيرا من السفارة الأمريكية واحتجزتهم لمدة 444 يوم، منذ ذلك الوقت الولايات المتحدة وضعت عقوبات اقتصادية ضد إيران، وهذه العقوبات لا تزال في حيز التنفيذ بل زادت. إيران كما ذكرت سابقا ليست لها القدرة العسكرية لأن تقوم بأي عمل ضد الولايات المتحدة، لا عندها طيران، يعني الطيران ذكرنا في السابق الطيران العراقي لا يطير، غير صالح للمعارك الحربية في الوقت الحاضر. هي الطيارات اشترتها إيران في عهد الشاه الإيراني في السبعينات، ما كان في بهذيك الأيام كمبيوتر على الطائرات، ما كان في رادار سيستم مثل ما هلا موجود، فهذه الطائرات غير صالحة، حتى للطيران المدني غير صالحة، ولا يمكن الاعتماد عليها في القيام بأي عمل عسكري ضد الولايات المتحدة أو ضد حلفائنا. خليني بس أعطيك فكرة واحدة، السعودية إذا قررت أن تقوم بعمل عسكري ضد إيران فباستطاعتها أن تقوم بهذا العمل بنجاح، لأنه في السنة الماضية فقط اشترت الحكومة السعودية أسلحة بقيمة 60 مليار دولار، يعني تصور قديش عندها القدرة العسكرية. حلفائنا في الشرق الأوسط قادرين على القيام بأي عمل يريدونه. نعم دكتور جابرييل، في محورنا الثاني من الطاولة المستديرة خصصنا لهذا الموضوع موضوع التواجد الأمريكي في الخليج والسعودية ودور هذا التحالف في مواجهة إيران هناك، ولكن الآن لو عدنا إلى المشهد العراقي في ظل الوجود الأمريكي وفي ظل التأكيد من قبل الحكومة العراقية بأنها ستنأى بنفسها أو هي ستنفذ أو تلتزم بالقرارات والعقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، بنهاية المطاف بحقيقة الأمر بجوهر الواقع أين يصطف ساسة العراق الحاليين في هذا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ لا أعرف بالتمام ما هو تفكير رؤساء العراق في الوقت الحاضر، ولكن أذكر المشاهدين الكرام بأن وزير الخارجية بومبيو كان في العراق في الأسبوع الماضي وصرح للعراقيين بشكل صريح بأن على العراق أن تؤمن أن تحافظ على أمن قواتنا في المنطقة وقوات حلفائنا، وعليها مسؤولية كبيرة في القيام بهذا العمل. هناك أشياء استخبارية وردت لواشنطن، وسوف يقوم نهار غد أحد مستشاري الرئيس بزيارة إلى الكونغرس الأمريكي إلى مجلس الشيوخ لشرح سياسة الولايات المتحدة تجاه العراق. العراق في الوقت الحاضر كما ذكرت سابقا لا أحسد زعمائها لأنها أجر من هل العراق موجودة في إيران والأجر الثاني موجودة في الولايات المتحدة، فإذا
عليها أن يكون لها موقف حازم فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية التي قد يقوم بها هذه الميليشيات المسلحة المتواجدة في العراق، وهم من جماعات يعني مواطنين عراقيين، ولكنهم خاضعين للسلطة أو للنفوذ الإيراني في العراق. ممكن كثير أحد هذه الفصائل، وقد وردتنا معلومات، وردت إلى الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن عدد من هؤلاء كانوا ينوون القيام بقتل وخطف أمريكان في العراق. نعم أستاذ دكتور جابرييل صومات، اسمح لي أن أرحب بالأستاذ محمد عامر درشوي، أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية من دهوك. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير أخو عاد، تحية طيبة لك وللمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. كنا نتبادل أطراف الحديث والحوار أنا والدكتور جابرييل صومة عن المشهد العراقي في ظل التوتر الحاصل في المنطقة بين الدولتين أمريكا وإيران. كيف بطبيعة الحال يلقي هذا الصراع بظلاله على المشهد العراقي السياسي الأمني الاقتصادي؟ بكل تأكيد أي صراع في المنطقة في الشرق الأوسط، دول المنطقة كلها متأثرة بهكذا صراع. الصراع مع إيران في حالة اندلاعه، أقصد هنا الصراع الأمريكي الإيراني، بالتأكيد ستكون له عواقب وخيمة على دول المنطقة وعلى العراق بالذات. مبررات هكذا الصراع متوفرة للأسف. الجمهورية الإسلامية باتت اليوم ذات ضلع طويل في عدم الاستقرار في المنطقة، والموضوع الذرة الأتومية أيضا معلوم لكم ولمشاهديكم الكرام. أيادي الجمهورية الإسلامية تقوم بفعلتها في دول المنطقة، في اليمن، في العراق، في البحرين، في سوريا، في لبنان. وهناك نقطة أخرى أيضا مهمة جدا أراها، وهو موضوع طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين عبر إيران وروس ثم روسيا. فأوروبا، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أي تأثير على هذا الخط، ومن هنا المحلل يرى بأنه أمريكا ستسعى أن تكون هناك إيران إن صح تعبيري مطيعة لسياسة أمريكا. لكن واقع الحال الذي نراه اليوم هو أن هناك تضاد مصالح، تضاد سياسي بين إيران وأمريكا. طيب أين يقف العراق في ظل هذا الصراع أستاذ محمد؟ نعم، أين يقف العراق في ظل هذا الصراع؟ نعم تفضل مرة أخرى. نعم قلت أين يقف العراق في ظل هذا الصراع الحادث، يعني على أراضيه على أقل تقدير يقول البعض ويؤكد. يعني العراق رسميا السياسة الرسمية تتمحور حول محاولة تجنب الدخول في هذا الصراع، لكن الواقع الفعلي هو أنه هناك ميليشيات عراقية مسلحة. هذه الميليشيات وإن تم تقنينها إخضاعها للقانون، لكنها بالفعل لا تخضع للقانون. هذه المجاميع الميليشيات كل منها مرتبطة برأسها أو قائدها، والكثير منهم متهمون أو البعض منهم علانية يقرون بولائهم المطلق لسياسة الجمهورية الإسلامية في إيران ولقادتها الشيعة. بمعنى أن العراق وإن حاول تجنب الخوض في هذا الصراع الجديد، لأن الميليشيات الشيعية العراقية والمسلحة، والبعض منها بحسب المصادر الاستخباراتية المعلنة،
تمتلك أسلحة نفاثة جديدة، وهذه الأسلحة هي أسلحة إيرانية، والأوامر التي يتم إعازها إلى هذه الميليشيات هي أيضا أوامر إيرانية. طيب بمعنى آخر العراق نعم، لو تسمح لي خلينا نتقاسم الثلاث دقائق الباقية بينك وبين الأستاذ أو الدكتور جابرييل صوما. دكتور جابرييل، هناك من يؤكد بأنه لولا التنسيق الحاصل إن كان من تحت الطاولة أو حتى فوق الطاولة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لما قامت إيران بتقاسم نفوذها في المشهد العراقي مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران متوغلة في معظم الدول العربية كما ذكر ضيفك الكريم. إيران لها عشرات الألوف من المسلحين في سوريا، لها عشرات الألوف من المسلحين في العراق، لها حزب الله في لبنان. الحزب الله ممكن أن يقوم بعملية عسكرية في لبنان في خلال 24 ساعة وأن يسيطر على كامل الدولة. هذا لا يمكن الرضا به، أي دولة مستقلة ترضى بهذا الأمر. إيران تساعد الحوثيين في اليمن، لذلك إيران تريد أن تجد محور، يعني مثل سيركل، دائرة حول الدول العربية. هذه الدائرة ممكن أن تشكل تهديدا كبيرا لأمن هذه الدول وللولايات المتحدة الأمريكية. العراق كحكومة عليها مسؤوليات كبيرة، لأنه في العراق يوجد في الوقت الحاضر قانون، بعكس الوضع في سوريا. هذه النقطة في غاية الأهمية دكتور جابرييل، اسمح لي حضرتك رح تتفضل بالبقاء معي في المحور الثاني ونكمل الطاولة المستديرة سوية. اسمح لي أن أعود عند الأستاذ محمد وأختم هذا المحور معه. أستاذ محمد، في هذه النقطة الحديث عن التواجد الإيراني بشكل قانوني وصياغة بروتوكولية، هناك من يؤكد بأنه الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني وقام بمقابلة مع رؤساء وعشائر في الجنوب هو لإعطاء صيغة شرعية وطابع قانوني لهذا التواجد الأمريكي، كيف الإيراني عفوا، كيف تقرأ ذلك أستاذ محمد بدقيقة؟ نعم، باختصار إيران ستحاول أن يبقى العراق متضامنا معها في صراعها الجديد، سواء عن طريق الربط الاقتصادي أو عن طريق التأثير على السياسة، التأثير على الميليشيات الشيعية الموجودة. أنا لا أقرأ الأمور بتفاؤل، إيران ستحاول إحراق العراق معها في الصراع القادم. نعم، ضيفي من دهوك الأستاذ محمد عامر ديرشوي، أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد. مشاهدينا فاصل قصير وندخل المحور الثاني في حلقتنا الليلة.